هلا اميغوس، انا رفيقتكم ميرا، واليوم رجعت لكم فيديو جديد. سو زي ما قريتوا، فيديو اليوم راح يكون عن العنايه بالنفس. هل فيديو هذا هو تمهيد فقط؟ فكره هيك كثير دسمه موجوده في الكتاب هذا، العنايه بالنفس تساوي حب الذات. الجزئيه هي راح شارككم عادات عن العنايه بالنفس، ولكن هي البوابه لحب الذات. فالحلقه اللي راح تكون عن حب الذات ان شاء الله راح تشوفوها بعد العيد. إذا كنتوا أول مرة بتحضروني، أنا اسمي ميرا، لا تنسوا أنكم تشتركوا بالقناة، تضغط على جرس سبسكرايب أسفل هذا الفيديو، حطوا لهذا الفيديو بيج لايك وشاركوه مع كل صحابك. إذا بعدكم مو متابعيني على الانستغرام، شو نبي نروح تابعوني على الانستغرام، لأنه هناك بشارك معكم أجزاء ما عم شاركها في حياتي هون على اليوتيوب. إذا بعدكم متابعيني على الانستغرام روحوا تابعوني هناك. كمان قريبا جدا جدا في رمضان راح أصير أطلع معكم في بثوث مباشرة، وراح افوتكم معي جيز بندردش هيك سوا مع بعض. فبدون ما بوصيكم بلاقيكم على الانستغرام. اول شي جهزوا ورقه وقلم مشان انكم تسجلوا كل الافكار هي عندكم. اول عاده عن العنايه بالنفس بدي احكي عنها هي الاستيقاظ بكير. انا مخصصت لكم فيديو كامل عن هالموضوع، فما راح احكي كثير عن هالشي، وهالشي كمان مقترن بانك انت تنام كمان بكير. سو تنام بكير يساوي انك تصحى بكير. من العادات الجديدة اللي انا دخلتها، هي مو جديدة جديدة صراحة، ولكن انه قطعت عليها فترة ما، وبعدين الحمد لله الحمد لله قدرت انه انا ارجع لهالشي، هي الصلاة مهما كان دينكم او الروحانيات. انا ما بحب اتعمق كثير في هالشي، ولكن الروحانيات انه تكون في صلة ما بينك وبين الرب راح يحسك بالسكينة والراحة النفسية والسلام الداخلي اللي كلياتنا بندور عليه. كمان من العادات عن العناية بالنفس اللي فوتها لحياتي لفترة طويلة، كانت جزء كبير من حياتي، وهي انه اشرب مية دافية مع ليمون مع عسل، لانها كتير تساعد على تطهير الجسم وتنظيف الجسم من السموم. تذكر انه من لما بلشت هاي العادة كان شي عمري 14 سنة. قرأت عن هالشي انه كثير ممثلات وعارضات ازياء عم يستعملوا هاي الطريقة، انهم عم يستعملوا هالمشروب هاد ويشربوه على الريق كل صبح عشان انهم يحافظوا على نظارة بشرتهم، كمان على رشاقة جسمهم. هلا رح اخذكم معي شوي لعادة كثير غريبة وبتضحك، بس اثرها النفسي كبير، وابدا ابدا لا تستهينوا بهالشي. في طريقتين وانت اختار على حسب الشي اللي بيساعدك. في طريقة الشكر او الامتنان، كل يوم وكل صباح تكتب الاشياء اللي انت ممتن عليها، الاشياء اللي في حياتك يمكن ما نطلع عليها في حياتنا اليومية وبننساها، بناخذها على اساس انه هي شيء مضمون بينما كثير من عالم محرومين منها. الطريقة هي تحسك كثير بالسكينة والراحة، كمان تعطيك كثير طاقة ايجابية لتبلش فيها يومك. او الطريقة الثانية اللي هي انا بعتمدها اكثر، انه بكتب كل الاشياء اللي بتزعجني، يعني يمكن من انا طفلة صغيرة بكتب كل هاي الاشياء. بعدين باخذ هاي الورقة هاي وبقوم اني انا بحرقها. ما بحرق هاي الورقة، بالنسبة لي انا ما عم بحرق ورقة، بل انا عم بحرق الام، عم بحرق ذكريات، عم بحرق اشياء كثير سيئة انا مريت فيها، واشياء سيئة خلتني اني انا يا اما احس اني انا اقل، او احس حالي انه انا مني سعيدة مني مرتاحة. فعملية الحرق بالنسبة لي بتحسسني انه هالشي تبخر، هالشي راح، ورح بلش من اول وجديد. جربوها وعلى ضمانتي. اكتب كل مشاعرك المكبوتة، كل مشاعرك المدفونة في داخلك وما بتقدر تعبر عنها، ما بتقدر تحكيها لحدا، لانه اذا حكيتها لحدا ممكن هذاك الشخص ينتقدك، رح يتمسخر عليك، رح يقلل منك. اذا بدك تفضفض روح لهاي الورقة واكتب لها كل شي وفرغ كل مشاعرك وكل طاقتك السلبية فيها. العادة اللي رح احكي عنها هلا هي عادة اي حدا بده يكون ناجح في حياته او يطور من حاله او يكون ذكي اجتماعيا وقادر انه يتواصل مع العالم بكل سهولة، هي القراءة. القراءة علت كثير من مستواي الفكري، فمهما كان سنك ومهما كان عمرك بلش انك تقرأ.
وانا هون رح انصحكم في كتابين كثير حلوين. انا هلا في مخي كثير كتب الصراحة، بس هلا بدي انصحكم اذا انتو بتحبوا كتب التطوير الذات على كتاب The Subtle Art of Not Giving a Fuck، اللي هو اسمه بالعربي تقريبا فن اللامبالاة. اذا بدكم رواية تاخذكم الى السلام الداخلي فهي اكيد رواية ترنيمة السلام. وبما ان شوي هلا عم نحكي عن الطاقة الايجابية والطاقة السلبية، بدكم عادة تساعدكم انكم انتم تحققوا التوازن ما بين هالطاقتين اللي دايما في تصارع، هي اليوغا. اليوغا بتعطي ريلاكسيشن مو بس للجسم بل للروح كمان. انا ما بحسها ان حركات انا مسويها عشان انه انحف او ما بعرف، خليك تتواصل مع جسمك وتحقق التوازن ما بين العقل الجسم والروح، اللي دايما هذول الثلاثة في صراع، وكل ما كانوا هذول الثلاثة في انسجام كل ما كانت حياتنا مستقرة. في أيامنا وفي الروتين تبعنا دايما بنكون عرضة للقلق وللاكتئاب وللإحباط وللضغط النفسي، وبنظلنا نشتغل زي الآلات كل يوم نفس الروتين، شغل شغل شغل. It's okay إنه نعطي لحالنا راحة، راحة من كل هالتعب هاد، راحة من كل هالقلق من الحياة، من التفكير في المستقبل، وخاصة للناس اللي بتعاني من التفكير الزائد. وأكيد في طرق كثيرة لهالشي، وأكيد في كثير طرق لهالشي، مثلا انك تروح رحلة، انك تروح كامبينج مع اصدقائك، او انك تعتني بحالك. انا حابة اشارككم بعض الماسكات اللي فادتني كثير. هون رح اشارككم اول شي ماسك للشعر. ماسك الشعر هذا يحتوي على الجرجير، أفوكادو، زيت الزيتون، زيت الأفوكادو، وكمان شوية زبادي. كلنا نعرف فوائد الجرجير لتكثيف الشعر وتقويته، أما الزبادي فهو للترطيب. الزبادي، زيت الزيتون، وزيت الأفوكادو هدول كثير يساعدوا على ترطيب الشعر، والأفوكادو لتطويل الشعر. كثير بنصحكم بهذا الماسك، كثير فعال يا بنات. حطوا على شعركم من نص ساعة ماكسيموم لساعة. اما ماسك للوجه اذا بدكم ماسك يصفي لكم ويفتح البشره، اول شيء شاء اخضر، شويه عسل، وزبادي. خليه على وشي ما يقرب شيء 20 دقيقه بعدين اشيله. واكيد عم نحكي عن العنايه، فاكيد رح نحكي عن الشاور. انا الشاور تبعي له طقوس الخاص. استعمل للبانيو تبعي الملح، الملح اللي بيكون بالخزامه لانه يعطي ريلاكسيشن، وكمان بستعمل معها هيك رغوات، شي بيسوي رغوة بريحة الجاسمين، فبيخلي ريحة الحمام بتجنن. اكيد لازم ارضي كرشي ولكن بطريقة صحية، عم حاول اني انا باكل صحي. فزي ما بنهتم بحالنا خارجيا لازم نهتم بصحتنا داخليا، وهالشي كمان ما بيقتصر بس على الاكل، كمان على الشرب. لازم نشرب كميات كافية من المي عشان يظل جسمنا مرطب ونحافظ على هاي النضارة. وبما انه احيانا الاكل الصحي غير كافي انك انت تاخذ كل الفيتامينز اللي يستحقها الجسم، فانا عم باخذ فيتامينز على حسب احتياجاتي انا. مين بيقول انه الترفيه يخلينا نتوقف عن التعلم؟ فينا انه نترفه بنفس الوقت نتعلم. وحاليا انا عم بحضر مسلسل الطبيب المعجزة اللي عم يحكي عن حياة الجراح من داخل المستشفى، فانتو كمان فيكم تشاهدوا اشياء عم تبسطكم، سواء كان هالشي عن طريق اليوتيوب، افلام او مسلسل. واخيرا وليس اخرا، كثير لما بكون بقرأ او عم بحضر فيلم او اي شيء بحب اشرب مشروبي المفضل اللي هو المتي. المتي غنية بالفيتامينز، غير عن هيك كثير بتساعد على فقدان الوزن، فحاليا المتي تفوز انها تكون مشروبي المفضل. حبوا دايما حالكم ودلعوا حالكم ولو بأشياء كثير بسيطة، لأن السعادة لا تشترى، السعادة تصنع. وبهيك جايز بنكون وصلنا نهاية الفيديو. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا لايك والاشتراك في القناة. بديكم تنزلوا كلكم تحت في التعليقات وتخبروني شو هي العادات اللي انزرعت في حياتكم عن العناية بالنفس، شو هي العادات اللي مستحيل تتخلوا عنها. بليز اكتبولنا تحت مشان كلياتنا نستفاد من بعض. وترقبوا قريبا جدا وحضرت لكم فيديوهات عن الدراسة، فيديوهات راح تحبوها كثير ونصائح
صحة كثير جديدة مع الأجواء اللي عم بنعيشها حاليا، فأكيد تغير ستايل أو أسلوب دراسي، فحب أني أنا أشارك معكم كل الأفكار هاي وكل النصائح هاي، فلهيك اشتركوا بالقناة وانشروا رابط هذا الفيديو. هلا صار الوقت أني أنا أودعكم، ديروا بالكم مع حالكم أحلامكم وقلوبكم، نلتقي إن شاء الله في الفيديو القادم. أرمونيا بيبي، سلامتي هوا بسليمان.